تعقيبا لسؤال أخينا أبي إسحاق، بالنسبة للزواج، طب أليس يكون هذا ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت إنسانة مطيعة له مسلمة وأصر على الطلاق، أليس يكون هذا ظلما؟ إيش هذا الظلم؟ هذا كلام ملغوم. كيف يعني ظلم؟ هلا لو بدأ الإنسان انه يطلق زوجته القائمة الصائمة لانه نفسه تتوق الى فتاة اجمل منها فطلقها، هذا ظلم لها فيما تحسب وتظنه؟ ترى ذلك. ما دليلك؟ أبغى في الحل هجل الله الطلاق. يعني الطلاق يحدده الرجل دون أبدا، إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. والرجال قوموا على النساء، كيف يخفى عليك هذا؟ ولعلك قد بلغت أو قد بلغك حديث حفصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. بدك امرأة أكوس من هذه؟ صوامة قوامة. مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك انه طلاق الرسول بده يكون في هناك سبب بينه وبين نفسه. قد يعني امرأة في ثورتها تقول كلمة، وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في السنة، مثلا حديث السيدة عائشة هكذا ساعدني على التذكر، انه كانت إذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول إيش؟ كلا ورب إبراهيم ورب محمد. أما إذا كانت غضبة رب إبراهيم يعني أسلوب من غيرات النساء. كذلك مثلا إن هي إلا يهودية عن صفية مثلا وهي زوجة الرسول عليه السلام، فممكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب الرجل فيروح أن طلقها، لكن هي في جملتها نعم ما هي. فهذا الحديث دليل على ذلك، راجعها فإنها صوامة قوامة. لذلك فليس الأمر في موضوع الطلاق كما يعني يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية على الإسلام، أنه أنتم تظلمون النساء وإلى آخره. فتأثر كثير من المسلمين حقيقة وعادوا بقى ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي. فالمهم أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح، ولعلكم تعلمون أن وصل الأمر ببعض المحاكم الشرعية أن الطلاق بيد القاضي وليس بيد إيه؟ هذا خطأ الزوج. نعم، وهذا خطأ شرعا، كل الخطأ. ما يدري القاضي شو العلاقات الموجودة بين الزوجين حتى يفسدوا بين المرأة وزوجه بأن أعوذ بالله. وليس من حقه، هو من حق الزوج، هو مفهوم ليس من حقه، لكن لو أراد مثلا أنه يحكم بالعدل من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين الزوجين؟ فالمهم يا أخي الطلاق في الإسلام بلا شك ليس فيه تلك القيود والشروط. ثم أنا لا أتصور إنسانا مهما كان جائرا
مهما كان فاسقا يطلق زوجته التي ارتاح منها إلا لسبب. لكن أنا بقول هذا السبب قد يكون حراما، مثلا هو يطلقها لأنه يريد أن يتمتع ببنات الهوى كما يقولون، فهذا طبعا ينتقل من الحلال إلى حرام، هذا واضح المطلوب. لكن ضربت لك مثلا آنفا، هو يريد أن يتزوج بامرأة جميلة، تمتع ما شاء من التمتع التي عنده وأخذ حاجته منها، ثم بدأ التوقان يعمل عمله في نفسه وفي صدره، فأراد أن يطفئ حرارة شوقه فطلب أن تزوج بأخرى، له أن يفعل ذلك. لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين ورضيت الأولى، هذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق للنص القرآني: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى. فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك، إما القديمة أو الحديثة، لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى. ولذلك وعلى الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية بإباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم بالزواج للمشاكل التي تقع، الزواج الثاني طبعا كلام سياق والسباق من المخيدات يقولون، لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا ضرورة، ليس من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع. نصلي بسألك عشان كل ما خرب، إذا أنا أغير وضعي. يا الله بسم الله إيم هذا يكشوي، لا ما خليني أخذ الوحدي، نتعبكم برفع أسلحتكم لما شاء الله.